ومن منجزات النهضة اللي نفتخر فيها وجود العدل في أرجاء السلطنة. عندنا على الخط أحمد بن سليمان الشبلي، خريج كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، محكم معتمد ومحامي بمكتب سعادة أحمد البرواني. صباح الخير أحمد. صباح النور أستاذ فاطمة، وجزيل الشكر لكم على هذه الاستضافة. واجبنا أحمد. مشاعرك بهذا اليوم؟ صراحة أنا عن نفسي قمت وحس أنه يعني وناسة، فرح كبير. بلا شك أختي العزيزة، هذه الفرحة التي غمرت أرجاء الوطن اسمحي لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين في مكتب أحمد البرواني، محامون ومستشارون في القانون وعموم المحامين في السلطنة، أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا اليوم العزيز على قلوب العمانيين جميعا. نعم، 23 يوليو ذكرى تولي القائد المصدى مقاليد الحكم عام 1970، هذا اليوم الذي تحتفل فيه السلطنة بما تحقق من نهضة كبيرة شملت مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها. هذا اليوم الذي اشتمل على البيان التاريخي الأول لصاحب الجلالة يوم توليه الحكم، حين قال سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل. نعم. وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن حبانا هذا القائد الحكيم الذي أخذ بعمان إلى مطاف التقدم والتطور والازدهار. الحمد لله. إذن أحمد، أكيد المحاماة ومكاتب المحاماة يعني هي تعتبر أيضا من منجزات النهضة، وأكيد تطورت يعني من 1970 إلى الآن، أكيد في تطور في هذا المجال. نعم أختي العزيزة، هناك تطور ملحوظ وكبير جدا على مستوى العدالة في السلطنة عموما، تظهر جلية هذه الإنجازات بإنشاء عدد من المحاكم ومن أبرزها محكمة مسقط. نعم. هذا مجمع المحاكم الذي يحتوي على دائرة الكاتب بالعدل ولجنة للتوفيق والمصالحة، محكمة ابتدائية وأيضا محكمة للاستئناف بما تحويه من دوائر عاملة، وأيضا التوسع في هذه الدوائر، الدائرة الجزائية المدنية والتجارية الشرعية. هذا التوسع أدى إلى عدم تكدس القضايا، مما يعني سرعة في الفصل في الدعاوى. أيضا هناك دوائر أخرى تكمل منظومة التقاضي المتمثلة في أقسام التنفيذ في المحاكم، الأمر الذي سهل للمتقاضين سهولة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة مقارنة بالماضي. هناك بعض الصعوبات التي كان يواجهها المتقاضين في تنفيذ الأحكام. أيضا في مسألة نظر قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والبث فيها حفاظا على استمرارية المنظومة القضائية وسلاستها. نعم. وصولا إلى تنفيذ الأحكام وغلق ملفات التنفيذ. أختي العزيزة، لو تسمحي لي أن أتحدث عن بعض إنجازات النهضة التي لا أستطيع أن أحصرها في مكالمة واحدة، لكن أجزلها في بعض الإنجازات في مجال العدالة والقانون. نتحدث عن أبرز إنجازات النهضة المباركة. نعم. المتمثلة في صدور قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018. نعم. ليحل محل القانون السابق الصادر في عام 1974. هذا القانون جاء مواكبا لتطورات العصر وما نتج عنه من ظهور أنواع جديدة من الجرائم، يتفرد بها هذا القانون بعقوبات رادعة وجازمة. نعم. اشتمل على تعديلات مختلفة أسهمت في حل الإشكالات والثغرات التي كنا نعاني منها نحن المحامين في تحقيق العدالة. أيضا في مجال التطوير أو التطور التكنولوجي عفوا، هناك ما يواكب كل هذه الحداثة. نلاحظ في وقتنا الحالي كثرة القضايا أو الجرائم الإلكترونية، فجاء المشرع ليتصدى لمثل كل هذه الظواهر. تمثل هذا التطور في إنشاء إدارة خاصة تعنى بمثل هذه الجرائم، تكون تابعة للإدعاء العام. هذه الإدارة تقدم بحث رائع في مجال الجرائم التقنية بما تحويه من مختبرات لبحث الأدلة ودور للتحقيق. نعم. إذن أحمد، مثل ما قلت أن ما نقدر نقول كل المنجزات في مكالمة واحدة، ولكن في يعني قانون جدا يعني فخور ان انا في دوله فيها مثل هذه القوانين، هي قوانين نبذ التعصب والتطرف والفتن. يعني حتى لما نخبر اصدقائنا من الدول الشقيقه يعني يتفاجئون ان احنا عندنا مثل هذه القوانين، وطبعا يثنون على وجودها عندنا. بلا شك اختي العزيزه، ولله الحمد والمنه، نحن في بلد الرخاء والاستقرار.
جاء النظام الأساسي للدولة صادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في المبادئ الموجهة لسياسة الدولة. نعم. حيث نص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين، دعمات المجتمع تكفلها الدولة. نعم. وأيضا نص على التعاضد والتراحم، صلة وثقة بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية. أيضا اشتمل الباب الثالث من النظام الأساسي للدولة المتعلق بالحقوق والواجبات على أن المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون. نعم. متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. عندما نتحدث عن العنصرية أختي العزيزة كمفهوم، فهي تعني التمييز بين الناس على أساس المعتقدات أو القناعات. نعم. أو بعض الميزات الوراثية. نعم. الموروثة في طبائع الناس أو قدراتهم. الاعتقاد بأن هذه المحددات ترفع من قيمة مجموعة معينة على حساب فئة أخرى. لله الحمد والمنة، فقد حفظ الله عمان بنعمة الأمن والاستقرار الداخلي بعيدا عن كل صور هذه العنصرية وهذا التطرف. فعلا. ومثل ما قال مولانا حفظ الله ورعاه، هذه البلد لا تنبت إلا طيبة. النظام الأساسي كفل المساواة والحقوق لجميع المواطنين، وجاءت القوانين لتكمل هذا التوافق وهذا الانسجام. الجميع يستشعر المساواة ولا مجال للتفرقة. حتى في مجال القانون هناك إجراءات متساوية للطرفين، القضاء يكفي الحقوق المتخاصمين ويتعامل كلا الطرفين على قدم المساواة. نعم. من مجال الخبرة الخاصة لي كمحامي، أرى أن طرفي الخصومة يتعامل أو يتم التعامل معهم على قدم المساواة أثناء تداول القضايا، مع العلم أن أحيانا قد يكون أحد الطرفين أجنبي. المساواة والعدالة حق مكفول للجميع. الحمد لله. الحمد لله. إذا بنتكلم عن بعض النصوص القانونية، قانون الجزاء اشتمل على بعض المواد القانونية. نعم. المجرمة لمثل التطرف أو العنصرية التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وكل ما من شأنه إثارة الشعور بالكراهية والبغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد. نعم. لدينا مثال كبير، هي المادة 108 من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018. يعني هذا قانون يخص هذا الموضوع، هذه مادة نظمت. نعم. نعم. إذن الحمد لله يا أحمد، نقول الحمد لله نحن عمانيين، الحمد لله أن نحن في دولة يعني تزخر بالعدل. نعم. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله الذي حبانا هذا القائد الملهم. أيضا من 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 أبرز إنجازات النهضة في مجال العدل يتمثل في اهتمام مولانا حضرة صاحب الجلالة في أبهى صوره للمنظومة القضائية برئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، هذا المجلس الذي يعنى برسم السياسة العامة للقضاء وأيضا تطوير وتحسين المنظومة القضائية. نعم. كل ما من شأنه تحقيق العدالة. نعم. حفظ الله لنا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وحفظ لنا عمان. أحمد بن سليمان الشبلي، محكم معتمد ومحامي بمكتب سعادة أحمد البرواني، شكرا لك على تواجدك اليوم والحديث عن منجزات النهضة. شكرا لكم. شكرا لك.